بسم الله الرحمن الرحيم. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل مزرعة أبو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك ابو بلال؟ الله يبارك لك حاجة. منور الدنيا يا حاج. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا باشا، الله يوسع عليك بالصلاه على النبي. طيبين ان شاء الله. اللهم امين. كل سنه وحضراتكم طيبين يا جماعه. امين يا رب. الله يوسع عليك. امرنا يا حاج احمد، الامر لله وحده، لن تمتعنا النهارده يا حاج. يا باشا احنا بنجيب يعني افضل حاجه في السوق. الله يوسع عليك. الله يوسع. حاجة. الله يبارك لك في المال يا رب. هتلاقي زيها. الله يبارك لك في المال يا رب. حسبني. الله يبارك في المال يا رب. لو هتلاقي زي والله انت ابو بلال، انت راي محترم، الله يوسع عليك يا رب. لو هتلاقي زي الطرف ده حاسبني. بالصلاه على النبي تبارك لو الله. لو هتلاقي زي مادة الخروف دي حاسبني. بالصلاه. طب ما نفرجوا كده المشاهد كده نفرجوا. عايز يا باشا يا جماعه، ابو بلال النهارده برضه مقدم لنا عرض من الفواخر، في عرض فيديو ثاني، خش شوفوا الفيديو الثاني. بالصلاه على حضره النبي. وده العرض الثاني يا جماعه. بالصلاه على حضره النبي تبارك الله، المال بيتكلم على نفسه يا جماعه والله. بالصلاة على النبي تبارك الله. شوف مادة الخروف. بالصلاة على النبي تبارك الله. تبارك الله يا جماعة، تبارك الله. بصوا يا جماعة، دي البهايم احنا بنعيدوا لكم بالكاميرا كده عليهم. هنعيدوا لكم على حاجة حاجة. بالصلاة على حضرة النبي. بالصلاة على النبي، بص كده، بص. بص الخروف. بالصلاة على النبي. خلي بالك ده زي أبو دليك، زي اللي جوا صح؟ أخو اللي جوا ده بس الثاني أكبر صح؟ الثاني أكبر منه. تبارك الله. أهو. تبارك صلع الله. الصلاه على النبي. هذه الطروف يا جماعه. ايوه هذه الطروف يا جماعه. خلي بالك يا استاذ احمد، العرض ده فيه انتيتين برضه. فيه انتيتين برضه. فيه انتيتين كامل كامل عدد الحبل ده حق؟ العدد ده 30. 30 ها؟ 28 خروف وانتيتين. 28 خروف وانتيتين. ايوه. بالصلاه على حضره النبي. بس العرض ده اصغر من الثاني صح؟ اللي هناك ده عمره من 4 شهور لست شهور. لا ده عمر، اعتبر من 3 لـ 4. من 3 لـ 4. 3 لـ 4 شهور. بالصلاة على حضرة النبي. بالصلاة على حضرة النبي، ده من 3 لـ 4 شهور. بس في حاجات أكبر من 4 شهور ولا أنا غلطان؟ يا عم احنا بنمشي على حسب رغبة المشاهد. يعني ده ما يعديش الـ 5 شهور يا أبو بلال؟ حتى لو هيعدي أنا مسامح المشاهد. مسامح المشاهد، بس أنت بتدي، أنا شايف إن أنت بتعرض صافر. بتعرض بالأقل في أنا العمر يعني. بالأقل، عايز زبون مش عايز فلوس. الله يوسع عليك. عايز دعوة حلوة مش عايز فلوس. الله يوسع عليك ويزيدك يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سلام ورحمة الله وبركاته. بالصلاة على حضرة النبي يا جماعة. دول 30 خروف يا جماعة. فيهم العدد 30، فيهم نتايتين وفيهم 28 خروف. بالصلاة على حضرة النبي. شايفين البطونة يا جماعة؟ بهايم. بالصلاة على النبي. وأبو بلال بيوكل بما يرضي الله يعني. يعني يمكن دي المرة الثانية، يعني الساعة لسه الوقت بدري، ودي المرة الثانية حاطط برسيم وحاطط علف اللي هو التبن الحجازي. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله عليه. ما شاء الله. لسه في الدور، في علف الدرة. بالصلاة على النبي تبارك الله. في ما هو بص الظهور دي يا أبو بلال، أنا دايما بقول للمشاهدين عشان إيه؟ يعني في مصداقية بينه وبين المشاهد. الظهور دي عشان تحافظ عليها، التكفيل بتاعها لازم تأكل من بعد الفطام، لازم العلف، لازم العلف، ما يخلاش منهم العلف عشان ما يخسش الخروف. بالصلاة على حضرة النبي. لو خس منك خلص. لو خس خلص. ادي يا جماعة الظهور كلها ظهور مقفلة يعني. لو جايبه ب 2000. بالصلاة على حضرة النبي. بالصلاة على النبي. صح يا حاج. 800 جنيه وما يزيد. بالصلاة على النبي تبارك الله. ادي يا جماعة تبارك الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك في المال. دول الحبل ده 30 راس، فيهم نتايتين وفيهم 28 خروف. بالصلاة على حضرة النبي. الخرفان دي يا جماعة أنواعها كليبي، خليط برديسي، خليط رحماني. بالصلاة على النبي. بهايم كلها بطرف، بهايم بالعمة. أدي العمة يا جماعة. الخروف يا راجل. بالصلاة على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أدي المال كله بيتكلم على نفسه يا جماعة. بالصلاة على حضرة النبي. هذا يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بالصلاة على حضرة النبي. أبو بلال دلوقتي دول عندنا احنا الحبل بتاعنا ديه 30 راس، فيهم نتايتين وفيهم 28 خروف. صح كده؟ صح. بالصلاة على النبي، كم داير الحبل ده حق؟ داير الحبل ده مش 2000 يا عمي، ولا 19. بالصلاة على حضرة ولا النبي. ولا 18. بالصلاة على النبي، كم يا حاج؟ داير 17 يا عمي. 17؟ 17 يا عمي. بالصلاة على حضرة النبي، يعني الحبل ده داير 1700 جنيه يا جماعة. 28 خروف. وانتيتين يا جماعة. بالصلاة على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله.
هذا يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. النهاردة أبو بلال مقدم لنا عرضين بما يرضي الله، يعني تبارك الله، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك في المال، ربنا يبارك في المال. بس العرض ده يا جماعة المصداقية ده أقل من الثاني، يعني ده أعمار زي ما قال الراجل 3 شهور وأربع شهور وفيهم حاجات 5 شهور يعني. بس الحبل بيبقى كله شايل بعضه زي ما أنتم عارفين، الحبل بيبقى شايل بعضه أبو بلال صح؟ لازم يبقى شايل بعضه. آه يعني في بيبقى كبير وفي صغير. بس هتلاقي الكبير أكتر. آه. هتلاقي الكبير أكتر. بالصلاة على حضرة النبي. تبارك الله. هذه يا جماعة 30 رأس دولة خرفان اللي هي بتتكمل للضحية. في ناس بتعوز أعمار من 3 شهور بتديها 3 شهور عنديها، يعني زي ما الناس كلمتنا وبتطلع الضحية. في ناس يعني إيه بتدي في العلف جامد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نحط رقم تليفون حق؟ لا حط رقمك أنت يا أستاذ أحمد. تمام يا حاج. أنت عارف تتواصل مع المشاهدين وعارف مصاريف النولون وعارف النقل وعارف الناس كلهم. الله يوسع عليك. واحنا يكفينا ان انت تشرفنا. الله يوسع عليك يا حاج. الله يوسع عليك. طيب يا جماعه انا احط رقمي برضو اللي عايز يتواصل في العرض ده، احنا تحت امره. العرض ده يا جماعه من مركز كابومبو محافظه اسوان عند الحاج ابو بلال. بسم الله ما شاء الله. عروض قناه المزرعه. عروض قناه المزرعه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. النهارده مقدم لكم حبلين بما يرضي الله تبارك الله. عروض قناة المزرعة يا جماعة، الخرفان الجاني دي ان شاء الله تركز عليها الايام اللي جاية عشان الخرفان اللي بتتكمل للضحية. انا احط لكم الرقم بتاعي، انا رقمي 010-15-420-713. اي حد يا جماعة عايزهم اي شحن في اي مكان احنا تحت امره. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لو في حد عايز خرفان ابو دليل او نتي. قلت لنا انت في العرض الاولاني صح؟ ايوه. تمام اكد على المشاهد. اي حد عايز خرفان ابو دليك من 30 ل 45 في الوزن نفس. في الوزن نفس. تمام. من 50 ل 70 في الوزن نفس انا خدامه. طب يا اخي انا بالنسبه للعرضين اللي انا كنت مقدمهم من كام يوم يمكن شفتهم انت ابو بلال. تمام. في ناس كلمتني على نعاج والده ونعاج عشره ونعاج ابو دليك، في ناس كثيره مكلمه. لو عايز عشره برضو انا خدامه، عايز والد بس انا برجح له العشر. العشر احسن صح؟ العشر احسن عشان المواليد ما تستحملش السفر. عشان المواليد مش هتتحمل السفر معاك، هتموت معاك في السكه. اه الدين النصيحه. لا والله والله خلي بالك. بص المشاهد لما بيرتاح للكلام الشخص اللي قدامه بيحبه، ودي حاجه عن تجربه بما يرضي الله. كل ما بيبقى فيه مصداقيه ابو بلال، كل ما بيبقى فيه مصداقيه في القناه. يعني بص اقول لك على حاجه، انا والله والله ما اقصد حد بكلامي ده اشخاص معينه. يعني المشاهد ليه عندك لي اول حاجه لي سعر كويس. تمام. لي سعر ان هو بعد نولونه يلاقي الحاجه مصفي عليه، يلاقي لقمه عيش. آه الله ينور عليك. ولي برضو المصداقيه، يعني انا جيت ابو بلال انت عرض لي هنا كام؟ 30. وهناك عرض لي كام؟ هناك عرض لك 38. بص ابو بلال ال 38 اللي جوا دول هيفضلوا مكفول عليهم، ما يتفتحش عليهم لغايه ما يحصل النصيب واي صاحب نصيبه ويشيلهم. يا عم دول علفهم وحديه اهو. تمام. علفهم وحديه وحوشهم وحديه. تمام. ودول يفضلوا لوحديهم. الله ينور عليك. ما بنخلطش احنا. الله ينور عليك. ولو لقيت خروف من اللي غير اللي في الفيديو، انا غير اللي في الفيديو انا اللي مسؤول. انا اللي مسؤول. انا اللي مسؤول بيه. انا اللي مسؤول قدام المشاهد قبلك. تمام. انت. تمام تمام. ايوه البهايم. تمام. العرض اللي عايزين نعرضوه بعد كده ده يبقى لوحده وده يبقى لوحده. بس. تمام يا حاج. تمام يا الله يوسع عليك. احنا اهم حاجه عندنا المشاهد ياخذ الحي زي الراي احمد ابو جبران اللي اخذ من العرض قبل كده. والله كانت معايا بهايم في البيت، بعز البهايم البيت لوحديها. آه. وبعز العرض بتاعه لوحده لغايه ما يصاحب النصيب. طبعا. يشيل العرض طبعا. بتاعه. طبعا. تمام يا كبير. لازم يكون في مصداقيه. الله يوسع عليك. ادي يا جماعه دول هنعيد لكم ثاني خروف لمؤاخذه في الفيديو وياجي يلقاه مش موجود. ايوه زي اللي حصل. لا انت معاك الفيديو وهتجي تستلم بيه صح كده؟ تستلم بالفيديو. الله ينور عليك. آه. الله ينور عليك. هذا يا جماعه برضه حته المصداقيه للمشاهد، لان احنا بنحاول نامن المشاهد من كل حاجه بما يرضي الله. بنحاول نامن المشاهد من كل حاجه، من حوار اللخبطه، من حوار الناس اللي بتبدل بهايم من هنا لهنا، من اي حاجه تضر المشاهد. انت ليك فيديو تاي تستلم بيه، انا عندي الخروف ده والخروف ده والخروف ده، شايف الخروف المبرك، شايف الخروف الاحمر بابيض، انا شفت الخروف ده، شفت الخروف اللي فيه نقطتين سودا في ظهره، تاي تستلم بالفيديو. بقول لك نتيتين في العرض. نتيتين. لو لقيت ثلاثة ما تستلمش. ما تستلمش. ايوه. ايوه حقه. انا بقول لك حقه المشاهد. بالصلاة على النبي. لقيت ثلاث نتي ما يستلمش. تبارك الله، احنا عندنا العرض ده يا جماعة 30 راس. اللي في 28 خروف وفي نتيتين، والسعر داير فيه 1700 جنيه للراس داير.
في نهاية الفيديو يا جماعة ما تنسوناش في الصلاة على سيدنا النبي في التعليقات، عشان صلاة سيدنا النبي هي اللي يعني بتهل علينا بالبركة وبتهل علينا وعليكم وبتفتح البيوت وبتعمر البيوت، صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يا رب يقدرنا دايما ونرفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم حقد الحاقدين يا جماعة والناس اللي هي يعني بتحاول يعني أي حاجة تأذي سيدنا النبي بتعملها، زي المنافق اللي اسمه إبراهيم عيسى ديه، حسبي الله ونعم الوكيل، في ربنا ينتقم منه.